أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحنكو دحجرني باب كيون باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كاسانكو دحجرني. قال المصنف حوير حدثنا وحنو شيكي هناد بن سري أنو شيكي هناد بن سري وصوغ هذا نمو أي محمد ثقة ها راهب الكوفة سا ثقة حافظ. قال هناد حوير حدثنا وحنو شيكي أبو الأحواس أنو شيكي أبو الأحواس مقع عيسى وحنا أني عوف بن مالك نوالي رأى أما السلام بن سليم الحنفي الكوفي نوالي رأى رواه صوم من أهم عيسى ثقة متقن صاحب حديث أخر شيء عن أشعث ابن أبي الأشعث ابن أبي الأش عن أشعث ابن أبي الشعثاء أو كقال سيغراد وثقة عن أبيه أبي سكسيوري أو أها سليم بن أسود ابن الحنفية أسيغنا ثقة باتفاق عن مسروق ابن أجدع ابن مالك وثقة أحد الأعلام من كبار التابعين عن عائشة أو كقال مسروقا مدي عيسى وحاب بدل عمر بن الخطاب عبد الرحمن وبحشاد وسماه عمر عبد الرحمن وبحشاد اسيغو حالي لادوغي سا وحو كميد هاي دادك اللي سوق فاشا سبايد هاي وكميد هاي ما شوكو ترمي دادك سوك سوجي داوات عرب ما هي مواليد واي ما هي وحالي لادوغي سا الدوم دي اللي سوق تو اندي دو كان لغالي يبدو هاي كدي ما شوكو ترمي والي راوات. قالت هاي عائشة وحيتر انه شانية كان رسول الله إلى رسول كيسا وحوها صلى الله عليه وسلم لا يحب إنه جعل يا هي التيمون من جيسي في ظهوري مركو ظهار قادنا ويسيشلي سواد أما ظهار سيشلي إذا تظهر مركو ظهار قادنا يا إيه وفي ترجلي شلي سيجي سما من جو جعلاي إذا ترجل مركو شلي سنايا مركو شلي سنايا وفي انتعاله مركو كوا حرناي كوا قشي سنا ساسوا إذا انت على مركو كوا حرناي يعني سيدا سونو عسلا ميدكتو جعلاي حديث كلا صحيحين كلا طوا إسلاسيا وفي شأنه كله واد شأنه جيسو نبحه وهاي ملك توج على جراد حديث كشيخان أسوأ سعرات شيخان ساس أول سعوات لكن هذا وفي شأنه كله ساس أو حديث كده واد لكن ليس على عمومه ما هان بل مخصوص واي مجدا قاعدة على قاتور إمام النووي واد أو قاعدة إلى قاعدة الشرع المستمرة أو قاعدة حين استحباب البداءة بالله بشأن السنة باليمين مليك لغو بالله في كل ما كان من باب التكريم وحكستو باب التكريم حالغو بالله مليك تالغو بالله وحكستو بيديه هذا فاستحب فيه تياسر واد بدي حال السنة بدي حقيقة السنة وحي باب التكريم ومليك وحي باب الإهانة وبدح ساسا لغو سوق الاسراد إني سلاستان وحاتو صحيح حديث أبي داود أو كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لدهوري ودعامي وكانت اليسران لخلائه وما كان من أداء حديث كساجرات أو وحي مسقل قرنة نبقى عليه السلام هو استعمال جرى بدح دوائد ظهار قادر شد إيه راشع ندر هو استعمال جرى مديكتا ساجرات مركا من باب التكريم إيه من باب الإهانة الله كلا قادة ومن الأداء تصل الله كلا قادة علماء مركا حوار نقاشة وحلق الشاء وها حوار نقاش لك الشاء سواق حونقة عدقة مركا الله استعماله من ميديك تالو استعمالا مصبي حدا لو استعمالا تاسا نقاش لك شاد علماء قارو حيلين ومن باب التكريم وإليكم ودر هذا الدهار قا شوا او حتو سوغلا اذا تدهارو سوغلا او اسواكو مظهره للفم ومرضات للرب حديث مينو قارو حيلين سدا سو مره حاله استعمالا ميديك تال استعمالا يلي واد قارنا وحيلين ماي بيدي حاله استعمالا هيدين محاجر حواي ومن باب ازاله الوسخ وسخ زولنتيده أيا لقاعد ضايدي واد. مركب ما دام وسخ للزولاي بدي حالة استعماله قارن ده. قارن حيلي ومن باب التدور نقاش كاسو وسيك وجراد. ساس ولا ساعد. لكن ساعده كان انتي لقى حدا بدي حمس ميديك. ساعد انتي كده ما من باب التكريم كده ما من باب الإهانة كده ما باب خلاص الصبي كده يا شيكر. بدي حمس ميديك ساعد. أدي حاقبته أدي أنا يا
سؤالها مرك وحيتها أنت هذا المديك أما بتحب ودينا عن ساعده من باب التكريم إيه ومن باب الإهانة أنت الله فير ما من باب التكريم آدي ما من باب الإهانة آدي ما من باب الحلية والزينة آدي قرح مي آدي أنت آدي سعد الحلية والزين مو هدي الحلية والزينة آدي أنت آدي مركز من باب الخاتم آدي فرانتي آدي فرانتي قلنا قرح مو فرانتي كحيز بن غير فرانتي قلتوا كحيرة دين النبي عليه السلام ماشي سيك على صوب أحب مركز مركز أيضا تي سؤالي بدحنا آدي كرت الله بدحنا وأيضا الله سعود حدثنا وحنو شيكي محمد بن بشار أنو شيكي قال وحنو حدثنا وحنو شيكي يحيى ابن الصعيد أنو شيكي هذا مركز ساعده من باب الحلي والزين يكون مجر تايد من باب التكريم من باب الإهانة على قال الله يدو يكون مجر تايد مركز خاتمك هلي ليس خاتمك سؤال ليس حدثنا وحنو شيكي محمد بن بشار محمد بن بشار عبد الرزاق هاي قال وحول حدثنا وحنو شيكي يحيى ابن سعيد القدان أنو شيكي واد يحيى ابن سعيد القدان الكوفي البصري واد ساس الله سعيد نكان نما لقد بهذا الكلام واد إمام الزمان حفظا وورعا وزهدا وهاي واد نكان سواء سعيد نقول وين نكان واد وحالي رادا أفرت سنة وحول نقاد أصو هبين كنا قرآن كتجيها يا ما نتنا قرآن كتجيها واد وكوسك على القرآن يختم القرآن في كل يوم وليلة وجد وأقام 40 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة وجد هبين يا مالين هبين كنا هالمرة القرآن كده جاي مالين تنا هالمرة القرآن كده جاي وجد بل أيوة حمر قاتل الله يا صون وإن ولم إن يري ولم يفتح الزوال ظهرك إذا ما فكني ساس على في المسجد مسائل حس يعني أنا مسائل كبحسن زوالك ظهر سو مجني وجد شن ساعة مسائل سكسي ما جرسي مركز ساعة سو مسائل كل حجر الزوالك أو ليع جراد دور كوقت يساقي الجراد ساس وهايات ولب أحمد بن حنبل إيه وإمام أحمد بن حنبل إيه هاي ابن معين نك مركي حديث كك قاضيان أي هو تجنا جراد أسوقنا وفر الجراد تعديما له وإجلالا وهيبة أي هو أسيق وينها يان أو إكيه بيسان أي هو استكسنا جراد أسوقنا فر حديث كوشي الجراد ساس وهايات تذكر شو أقول ما هو علينا الدين نبغي ماشى أدب الجرسي الله صحيح أدب الجرسي أدب كودنا هيكو قارن إمام أحمد صار إمام ولو كنا قدموه أدب كيسو كو قاروات ساسو صار مركب مجرد قف وحقول لقى إيه أديك إسكفاع بتيدي حالة من الأحوال أو إسكفاعتي المجر نوياد علوم ماذا إلهي كمدة أديك إسكفاعتي إن المجر تايد قف كستو أهل علم حالة قاروا إن أدب كل رقم تال روات إن أدب كل رقم تال ما لها أن قمر جني ماذا وحلو وكين الدين تا كمدة سكست قمر جني سجدك سكست الدبيعات هذا السوية الذي أدو خسارة أو ما هي ساعات كل ما أزل عسنة علمي أدو كوسهر ساعات لازم ساعات وأكاس إمام أحمد المذهب دم إمام كيسة أحاله ولا حل جو حبراي استاو هو قاداي شيء غير وافدي محا استاجي أصحوك على قرة أصحوك على قرة كان يقف بين يديه أحمد أستاجي وابن معين أستاجي وابن المديني أستاجي مجدا يسألونه عن الحديث وحكوا يديه ولا يجلسون من فديسين صوت حواي هيبة وإجلالا كتابك هو مقرأي كتابك هو مقرأي تغيط مركب حالة ربا أدابت إلا إلا السواد أدابت أدلا إلا السواد يحدثني وحي شيكي مركب حوير حدثنا يحيي بن سعيد القدان الكوفي البصري وايد عن هشام وكشيكي ابن حسان الغردوس وكشيكي نيكا نسنا وحواي ثقة من أثبت الناس في ابن السيرين آل راسقات ثقة من أثبت الناس في ابن السيرين الإراد لكن الرواية عن الحسن فيه نظر الإراد حدنا وحوك قادة حسن وكقادة باي حسن كنوا عن الحسن وكقادة حسن كنوا حسن البسري سيد التابعين آه. وأنا ثقة واسيقى الأسعاد ثقة حافظ مشهور آه. سيد التابعين واسيقى حسن البسري الإراد هو يدي ساوحي قادمت أهد أم السلام زوجة النبي عليه السلام أهو يدي وأديق جرتاد مركز حسن البسري مركو أويو آية سوق بجري أم سلمة أو زوجة النبي عليه الصلاة والسلام إيهد
أحس أمهات المؤمنين ما أو أحس ما يجرتي ناس كذي أفكوا وقولي جرتاد مركز ساعة أنا أوعى ما جري فبوريك فيه ولا بركي أصوك غرات كانت أم قادمة أم السلام عليها فكانوا هو إذا بكامرك هو في صغير يرنتيز جعلت تديها الناس كذي حيري جرتي في فمي أفكي سيجري جرتي فيدر الله لبنا أنا أوعى صوت درار جري فبوريك فيه ولا بركي حتى صار إلى أو نقضي إماما علما وعملا وهو من كبار التابعين أدرك يوسف قراصقة 130 من الصحابة بقول إيه صدق صحابي والله كل ما سيوسف قرات إسكو وقت يعني ساس ولا سامر كواد عن عبد الله بن مغفل وكقادة صحابي قال عبد الله بن مغفل وحور إنها رسول الله وريب صلى الله عليه وسلم عن الترجل وريب شليسي إلا قبا مرمر ما هي مجدة مرمر ما هي مركلته ما يسنجرنا لويراد مرك النهي قاسا جراد حديث كترمذي صحيح على ابن حبان وصحيح على حافظ العراقي في تغريد الاحياء اي وحو كسو غوري ان امام النووي او يري وسنده صحيح ساسو سو غوري هاد مرك النهي انونه وحا واي لو خنبارا وحا لو خنبارا نهيغا محمول تن نهيغا وحا لو خن احاديثه سو دنبا وحا لو خنبارا على المبالغه والتفر والترفوات ان لو خيل ايرادو مانتونا ادي ادسان شالله اسكلا دبا وريغتو اتاسا احوغا لديداد هذا هو إعجاز علمي نواه كجري أهو وهذا حالة علمي دبك هذا حالة وقال قفك دو مدح ساش الله دو مانتر أقو عيل عيلشو حيث دا يريس كو ديك غادو فينس كالكو أه كو أزير كار داو عقارة مو إيا نرفاه داو عقارة مركزا قفك عدر كو داعا إعجاز علمي هان وحادو عادي اللي فاهم مكرا نوافي سيول الجامعات ساس أولو سعو مركا واكاساي مركا لما أو قولو إمام كاليرا أبو بكر ابن عربي أسيو حوليه تنت أو ما أنت إن شاء الله لا تبقى على تصنع وياولي دمر إسكت لقدا كوجرتوا لي هذا إن هذا لقى تقول لا شلا يستنى تدنو سوا يولي هذا وسقين وياولي إن لكن مر مر لا شلا يستنى حواي سنة سنة واي ساس يولي هذا أص وك غرا هذا ولهذا قال إمام أبو بكر ابن عربي موالاته تصنع وتركه تدنس وإقباءه سنة سنة قال مصنف كحوري ساس سلط أنا ما كان يلا في غير ما كان شيء إنه هاي قفت الله أفتق أنا الله شاهد قال المصنف يا وحود حدثنا وحنو شيكي الحسن ابن عرف انه شيكي حسن ابن عرف انا صدوق واي وانا شيخ الترمذي والنسائي قال حسن ابن عرف وحود حدثنا وحنو شيكي عبد السلام ابن حرب انه شيكي ثقه حافظ له مناكير عن وحو قال يزيد ابن ابي خالد او قال سي صواب كان ويزيد ابن خالد ابي داسكم اجرت ما شاء صدوق انكاس يقضي كثيرا عن ابي العلاء الاودي وداود بن عبد الله الاودي ثقه وهاي الكوفي واد عن حميد ابن اليكم مدراد عبد الرحمن وثقه فقيه من التابعين عن رجل او من اصحاب النبي قال صلى الله عليه وسلم ان النبي نبي صوم صلى الله عليه وسلم كان وحوها يترجل من شليسته غبا مرمر مجدده مرمر اي شليسته جراد حديث سند كيس حسن واد وحسن العجولي واحد تحسينيات هذا عن رجل من أصحاب النبي اللي قريده جوكاسو جهالة أصحاب النبي ما يسواد مهاجر والسحاب ما هي أصوك غراوات عن رجل لم يسمى أن لم يقابل وإبهام السحابي لا يضر وحده ما مهاجر لأنهم كلهم عدون واد وقت ولف فيه رجل كان والا سوق الأفاف فقيل حالي هو الرجل كان سحابي قال حكم ابن عمر وقيل عبد الله ابن سجيسة وقيل عبد الله ابن مغفل واد ساسو الأصحاب باو ما الذي كي أبابي جاءه ما قبل يمد في شبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مدي أرد النبي عليه السلام بحكوية مداد حدثنا وحنو شيكي محمد بن بشار أنو شيكي أي قيس عد يا ثقة حافظ قال وحنو إلى حدثنا وحنو شيكي أبو داود الضيالي سوا وسليمان بن داود بن الجارودة واثقة حافظ واي قال وحنو حدثنا وحنو شيكي همام واثقة ربما وهما وهمام بن يحيى العود واي واثقة ربما وهما عن قتادة قتادة بن دعامة الدوسي واي قال قتادة وحويري صار صار لذا قتادة وسوق هذا نمو قتادة من دعامة أوكا سؤال قال قتادة وحويري قلت لي أنا سيد من مالك أو حاوراي هل قد ضرب الرسول الله هم علا ما صلى الله عليه وسلم يعني ما دعيس علا ما مرسي واد أو عر أنت كصاب أحد ما علا ميساس عند واد قال من قال أنا سحوري لم يبلغ نبي قم بجارين ذلك كاس أو أي حلول لجدا حد الاقتضاب وندا إنه حل حد وإعلام بمر صدى مدحة نبي عليه الصلاة والسلام قالون إنما كان شيء من نبي عليه الصلاة والسلام عندي سوحوها شيء أن وحيروها في صدقه كيالا لبدي سدفور كيالا هذا صدقه هو مشاس
خلاص ميل وين وح يروح الراو ماشي هو طالع بس أجرته يروح هذا إنما استعماله حسر أموه حسر قاس وراه كجرو يقول محاجر عرده نبغى على السلام ماشي أنا أبدا نوه فقد أني يجرك إيو ماشي سالو تر مامان صدق إذا نوا كوي على ما مركل لكن إنما داس يروح حسر قا كلامه كجرات لكن علماء ذو حيلين قياس أو حلقة وذاهلين ما في الإله ما في اللحية وعنا كاس الله قياس تليون أو حديث ميسينان أما وحيلين وحلقة وذا ويأخذوا حلقة هذا ماشي كسب بالعبي ساب صدق قا عرده ماشي كسب بالعبي س الله وذا دفور أهواده ساس الله قديم حيلين مركز ساس ولا صاد مركز ضمير كهذا أو يبلغ إن النبي عليه الصلاة والسلام لو علشان أول يرى لم يبلغ نبيه مجار صلى الله عليه وسلم ذلك كاس أحد الاقتلاب كواصح إن يرى النبي لم يبلغ شعر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كاس أو شيب كانه مجار إلا يرى أيضا ولبض الضمير بواصح لبض ما بلوع لك لبض الرواية ذاك للسوق ياجر ولكن أبو بكر أو بكر بن الصديق أو بكر الصديق بن الصديق ما أنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الله كرّن نقدّه وحسن ما يصير قلّب وعلمي بالحناء وكل الأصداد إياه والكتمي جيت ككتم كله يقانواد وجد مدو يحوى جدود واد لكن مدو أبدًا يصير كذا أبدًا ساس الصعد هذيل الأسكودر الكتم الصرف يجب حواجب يا سواد تنتو حقدقة مدو وقدقة كتم كواد والحناء ما إلى الحمرة وإلى والحناء هنا الصرف يجيب الحمرة هذه مدح إعلان لمرشو إعلان كحوة جبها جدود وجبها هذه مدح كتم لمرشنا حكذا لنا أصوغن وحكذا لها مدوبة كذا لها واد فاستعمالهما معا إن كتم يحنا الله إسلا استعمالنا يجيب حكذا لنا أسيغن بين السواد والحمرة إيتين تقول حي سواد مدوب يحي ودحي إيه جدود ودحي سواد وعليه هذا سيدان قبلنا فلا مانع من الخطاب بهما معا إلا سكوتر صدنا وحدهما سواد إن متك مدوه كلي كنا كتب كان إن كاس الأدرة حبديه وما يسأل ساس حناه كلي يسوي جدود كنا أصورنا وحديه ما يعاد قال وحول حدثنا وحنا شكي إسحاق ابن منصور أنو شكي إيه ويحيى ابن موسى أنو شكي إسحاق ابن منصور وثقة ثبت يحيى ابن موسى وثقة ثبت قال وحيدين حدثنا وحنا شكي عبد الرزاق أنو شكي واد عبد الرزاق ابن همام السنعاني واد وثقة حافظ المصنف شهير واد عن معمر ابن راشد أو كشيء كي هذا معمر ابن راشد حالا صو قادم مهلا معمر ابن راشد حالا وصو قادم صو مهم معمر ما من صو قادم حاله وصو قادم أي مرقاتين هلا يا يا وصو قادم صو ما أي محواي ثقة ثبت مينو ثقة كل يوم واحد. ها ثبت يقدر ثبت يقدر عن معمر ابن راشد ثقة ثبت عن ثابت البناني أي ثابت البناني ما هذا مصاصة دقن كاوية هدي أر الويد وحرت أنا قال إنه قتوا جريس وحاس ما شقيان نكايد ويدي كتاب لقى ما في ريكا رجو ما لقى في ريكا ولا حبوق الله يقول ياي نكا هذا قاعد نكا أنا كذي بس انت كغفا او قالها ما جرت او اسك الى شخص عن ثابت البناني ثقة عابدنا صدانه عن انس بن مالك قال وحنير ما عدت متير في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ولحيته غركيسا الا 14 شعرة بيضاء افريه 18 او عد ما هي واخ كلا كما تيرن يرود افريه 18 كاسا كوتيلو يرود ساس الله مرك حديث كن صحيح على شرط الشيخين وحال اسكوها يعني كان معمر على اسكوها معمر ابن فاشد كان هذا صدق هني ثقة ثبت على اسكوها يا يحيى ابن معينة وحوليه نكاني معمر في ثابت دائرته وضعيف له بس حوليه معمر في ثابت حواي ضعيف ويقواسي واد حديقة أركت أوليه إليكم مدر هذا إيشاكين حديقة إمام أحمد وحوليه معمر في ثابت حسن واحد إمام أحمد حوقبة هذه معمر أو ثابت كش كانوا حديث كحونقة حسن وليه معمر حسن وليه يحيى ابن معين أصلا نكلا الجبل نحوليه معمر في ثابت حواليه ضعيف وليه
لبني مو مركب حايس قبطي أو ذا جراحة ولا بني ما علوس آس هاي واحد مركب علماء وحيلين وحالو جمعها معمر مجو في ثابت وحسن يا ما هي والرواية معمر أو في غير ثابت صحيحة توما مركب صحيح ونقاد قال هذا المصنف كوحول حدثنا وحن شيكي محمد بن المثنى أن شيكي أبو موسى البصري جيش عدا إيه محمد بن المثنى أبو موسى البصري در جديس أسوق هذا نمو هاي دل يا أوتوس يا أوتوس ثقة شيخ الجماعة حاكى له لجري وكذا قال محمد بن المثنى وحول حدثنا وحن شيكي أبو داود الديالسي أن شيكي هذا سوق هذا إسحاق إيه يا أرون هي وشيء ثقة حافظ وايد نقصر هو سوق كراد أما أنا وحنا ورمي شعبة أبو البسدام واسدي أي شعبة يا شيخ مهدي هذا لا يرى هي أمير المؤمنين في الحديث عن سماك ابن حرب وكشيكي سماك دور ميران سوق هذا نسوين أي هذا لا يرى نكا وحوها هي ومضرب واحد سماك بن حرب مركب وصدوق إلا أن روايته عن عكرمة حين غير مضربة تكون غير قال مركب سماك وحوري سمعت جابر بن سمر أدي شكي يقول حكو قال هذا أركته عن سماك بن حرب عن عكرمة أدارته ماشا ساو حكي قليسة ماشا سا اسكفي ريسة قال سماك وحوري سمعت جابر بن سمر مغلي وقد حالنا مغلي سئل لسؤال عن شيء رسول الله يلقى سؤال صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام عرديس والله وصدات فقال أنا سحوري كان وحوها يور النبي عليه الصلاة والسلام إذا دهنا مركو صبك رأسه ومدي عيسى لم يرى لما أركين منه من شعر رأسي شيء عرى لك أركي ميواد النبي عليه الصلاة والسلام مدي عيسى دون صبك دو لقو ما أركين وح عرى لك أركي ميواد وإذا لم يدهنا دون صبكنا رؤيا منه من رأسي الشريف شيء من الشيء واي حوالا عرى مركا سلو أركا يواد هدوسان صبك ما دون صبكنا ما بلا أركي ميواد مركا عرى بدا مين عرى دي مدى حسدين لما رصدبا بابا إيسا أو أن الأركين على رصاص بدل ما يهان. قال وحور مصنف كي حدثنا وحنو شكي محمد بن عمر ابن الوليد الكندي أنو شكي هذا صدوق وين قاس ترجديس وأنا شيخ الترمذي والنسائي وابن ماجه هذا. قال وحور أن أنا وحنو ورم عن شريكنا أنو ورمي موجود هاي. يحيى بن آدم يكون وحيد صح وين؟ قام بأنا وحنو ورمي يحيى بن آدم أنو ورمي يحيى بن آدم وثقة حافظ فاضل درجة صوت هذا. عن شريك أونك ورمي شريك ذو مركو علمه شريك ابن عبد الله النقعي إيه شريك ابن عبد الله ابن أبي النمرة لا بد أسوأ شريك كان هذا الله هذا هو شريك ابن عبد الله النقعي على قال الله هذا شريك ابن عبد الله النقعي وهو هاي سيد درجي صوته هذا هو تواصدوق يخدم كثيرا هذا مركب برجي صار سيد وهو هاي إمام جبل من حيث الديانة والعدل مركب الدين تي عدالة لك هذا إمام وين وهاي هذا حافظ محدث سنة واحد فولي القضاء مرك قضاء لودي قال لي ونقضى سياد كان مشغولا بالقاضي مرك هو مشغول كون قضاء قال لي مو مشغول كون قضاء فساء حفده حفده جيسا مركز حمار سيو الحفده ما يشاء سيك سيو قلو سعاد مركز ساء حون قضاء حفده جيسا ساسكو حمار ما دام تاسكو مشغول رك بدانا ساسا ايو قيس ابن الربيعة كميدا يسيو نواد رك ساسا ايو مركز علماء وحير هادين هل قلقوا حاجة راه فن الحديث ذكر واد فن أو حديثك أبا اللب معنا لا يقدر عليه إلا ذكور رقم ما هنا وح كلو أبوه داسي مجنة مركوا فن يكون حجريت يكون هولانان بس أباها أو هذا جيس أبا بحضو حكم أوراك يا كورا يا واد أو يحيى كاه الله بعد عن عبيد الله ابن عمر عبيد الله ابن عمر هرم صبرنا ثقة ثبت من صغار التابعين أو هني كان واد نجد أصدق قبض النواة هاي واد هل فرد أو حكم بحشي صد كن أو كدي واد لحدن جيرنا وسو حجي كن جيرنا عمره استنكا من ساس وياد ثقة ثبت حافظكم ودي ثقة ثبت من صغار التابعين لغوت الاواد عمر بن الخطاب قال نسب كيسه سيغاد عبيد الله بن عمر العمر قال يراد نينكا مركا نين لا دشا جرو عبد الله يراد نينكا سو ضعيف نين ضعيف اجرو اسيغ لا دشا عبد الله يلا كم كان تسقير كا حويا ثقة ثبت هذا ساس لو كلا فرقيا معنا ولب النقاش او حاجره عبيد الله ابن عمر كان نافع كقادة مو مالك ابن أنس إمام كاينه يو كقادة نافع كقادة مركب حال إلى هدي إسقلافته رواية مالك في نافع إيه رواية عبيد الله ابن عمر أو في نافعنا
هذه إسقلافت أي ما يقدم على الإسقاف سامعنا لبضض يلا هرمليها مركز بعض العلماء هيلين عبيد الله يلا هرم رهيلين هذا مركز الناس أصوا علوسوا لكن ما ممكن لو من بوا عليك رواس الصوغ هذا النتازات عن عبد الله بن عمر وحلق وري قال إنه عبد الله بن عمر إنما إن كلام عيني كان شيب رسول الله إلهي رسول كيس صلى الله عليه وسلم عرديس وحيده نحو وحلا مدأ من 20 شعرة بيضاء لو تنتنو عد وحلا مدأ وحوده معنا ما بدنا وتنتهي سأسأل حديثكم مركز سنة كيس وصحيح رجاشيس وثقات سيد أولي إمام البصيري في مصباح الزجاج وكل شيء هذا قال أبو عيسى وحور حدثنا وحن شيخي أبو كريم محمد بن علاء واثقة حافظ قال وحور حدثنا معاوية بن هشام أنه شيخي صدوق له أوهام عن شيبان وكشيكي ثقة صاحب كتابه شيبان بن عبد الرحمن علينا عن أبي إسحاق السبيعي أبي إسحاق السبيعي يا كينا إيه أنت من غادي النكاس أيوة علي سود قل ثقة ثبت مكثر عالم وصل هذا سمع سأسول سعد أبي سعد سبيعي قصوا عن عكرمة أو كقاضي مجيدة عكرمة المولى ابن عباس هو من أئمة التابعين وكميديا وايد أسيق وأنا اللي تهمي وحلو تهمي رأي الخوارج اللي تهمي وايد رأي الخوارج إنه قاتل تهم النوع عساق شاهد بل أيوة حالة شيء مال معلومة كميديا وحسو يريد كسو استعمل مساجد الصلاة اللي هو دكاي مركز وحو يرى لرى ما فيه إلا كافر سيئي كاوحان قال ينكم وجنان ساسو يرى لرى لكن هو تهمنا أن إيوحا صورا ياكا قاضي مصطلح مركان جوغني نما أون نصريان لانا ياشي كارين ننكاس وكتاب أونك قاري عكرا مكلي أوغا الله أو تهمنا أن أوغا رفعي حاي أو تهمنا أن لغطور أوغا قاضي إيه هاي من حجر وصو قادرنا تيسير كان بكسو قادرنا عبساني قال ابن عباس وحور مركع قال ابو بكر وحور يا رسول الله الى رسولك صلى الله عليه وسلم قد شبت واعي الرودي يا ابو بكر هذا قد شبت واعي الرودي حلقودا يعني سببك كينايا انا عروده ما حواي معناه سؤال شو اسوي دي قال ابو قاسم النبي عليه الصلاه والسلام حور الشيء بني هودنا اي عريسي اي والواقعه يا اي عريسي اي والمرسلات اي وعما يتساءلون اي واذا الشمس كويرت ساسوي مرك حديثك حسن غريب وهاي حسن غريب وحديثك سيدنا إمام الترمذي داود لكن حديثك صحيح والحاكم حاكم ووافقه الذهبي إمام الذهبي وافقه داود حديثك دليل ولا حسن غريب ودليل ولا حلقة ولا سحق حديثك هو حسن وأنا غريب له حاله لجدا لنا عرض هاي حسين هاي حسن غريب قالوا لي ما ترويدي كوير سين غير يا حسن قال هذه تيسير كاس عمر اساسه هاي رجل نسيت النظر كدمي سكري يا عبد الرزاق يا محمد يا حاج حسن وافقه الذهبي مثل ليه ماي كاس قالنا وصحاه الحاكم ووافقه الذهبي وبودقار وتموه وحال هذا حديث حسن غريب سليلة يا هي نقي حديث حسن غريب ندي إمام الترمذي سليلة فرد أو حاكو جرا أو نسبي قريب حقوق السماء نسبي حقوق السماء هي مطلق حقوق السماء هذا ودك قاعدين وكاس الله سعيد ومرك قال وحوري حدثنا وحنو شكي سفيان بن وكيع عن شكي يا داهي امام الترمذي يا داهي واد سفيان بن وكيع دا عرفته امام الترمذي ابن ماجه بيسو شيخويا مرك لي رجع امهات سته لو فيري ابن ماجه ايو شيخو نقا اي الترمذي شيخو نقا سفيان بن وكيع واس اوبرن اي ادم بكو بخنا ما قاسبو اي هي هي نيكو حو قرقراي نيكاس بحو سمي جيري أو حديث كوجا أحد رجل هاي والله نصيحي هاي نصيحة حدو أقبل وياه فطرك وصار ضعيف أو كهر مرك سفاعنا وكيع مرك وكاسة وجدي سفاعنا وكيع يعني كاسة حدثنا وحنو شكير سفاعنا مرك محمد بن بشر أنه شكير ثقة حافظ هو عن علي بن سالح شيقي أنهر وصار شيقنا إديكو إن صجرة كي عصبنا أنا ويسوجنا ما شاء الله نوقف سنت محمد بن بشر ثقة حافظ واي
عن علي بن صالح علي بن صالح او قاداد علي بن صالح بن حيد الفقيه او اياد ثقه من نقاس وحي اسرد الشيء نكلا عن هاي ليرا حسن بن صالح بن حيد الفقيه نقاس اسرد الشيء مركه وحا لي لدا نكاس او حسن بن صالح الفقيه اي وحا اسكو قرني اي وحا اصحاب هوس هاي سفيان الثوري اصحاب هوس هاي مركه وحا لي وحو قبي حسن بن صالح انا وحو قبي الخروج على الائمه الجوار جائز imam madaxda oo jaayirinta ah in lagu baxo inay banaanta ah waxa qabay xasan ibn saalih ha qabay wa khalafahu thawri sufyan thawri ma qabin oo waa ku khilaafsanay markaasi labadoodan waa saaxiibo xasan ibn saalih ana markaa wuxuu arkaa ardadi oo sufyan thawri arkaa markaasi wuxuu leeyahay sallimu alayya ala sufyan thawri igu salaama sufyan thawri igu salaamu liyaad balighu tahiyati salaantii gaarsiye markii salaanta loo keeno Sufyan Thawri oo la yiraado waxa ku soo salaamay Xasan ibn Saalih wuxuu dhigay u kaajiye ma faalati salaatu wal jamaa'at qalf al umara yaani dadka madaxda gadaashooda oo lagu dukado salaada iyo jamaa'ada ma sameeya oo tasma aqbali mas waaga wuxuu joogaa waa lagu baxaa hadii la ilaawa aqbali salaantu ka qaadi ma aqbana hadii la salaantii siga dhaafu jiraad garra ku saasi fuuti suugili jiraad عن ابي اسحاق وحاله وري او اسنا كقاده مجديد ابي اسحاق انا دو ابي اسحاق السبيعي ماذا ايه ثقه مكثر عن ابي جحيفه وقال اسغنا ابو جحيفه هو صحابي قال ابي جحيفه وحول قالوا وحيدا يا رسول الله الى رسولك صلى الله عليه وسلم نراك وحن كو ارغنا قد شبت ان عيرودي قال النبي عليه الصلاه والسلام وحول قد شيبني وحاي عريسيسي هود يو اخوات وا عريسي سيوراد نبي عليه الصلاه والسلام سيوراد حديث كان هذا مدني حديثك هو صحيح سندك حديثك هو ضعيف بس هو قبا كرتين ماشي سندك ضعيف وكيا يا كجره سفيان بن وكيع كجره يقول مركه لو قلت سندك ضعيف وحوايه سفيان بن وكيع كجره مدني حديثك هو صحيح هو اليك مدر هذه وافقه حديثك حديثك كان صحيح كان سو حديثك وافق سيد اما مدني واس هذا مساله اي مثال ونقي مي مساله تعوهر ان كسومرين تدريب راوي ان كسومرين محشتي قضب مساله كوباد او ايمو ما حسوس تحاج وظهر سنت واحد ضعيف ولا ليه هو السند اي حديثك واضع ضعيف لما دي كرو الا ان امامه جبله او يراده واضع ضعيف ما ان قدول استاغ ما هيد ساس مصبرينه مساله داس مثال كيد هو كان مو هذا الحديث مدن وحواي وصحيح وسنده حواي ضعيف ومجيد مثال كي طاز هذا سبويس تاعك معنا حق تدريب راوي غي تيسير كي وحن كو قادين النظريات هاين مو براتي كذا وحي كو تالا حديث الروايه كو دحت تالا قال وحي حدثنا وحنو شيخي علي بن حجري علي بن حجري وسوق هذا نمو اي يلا كعاي شوف ايه علي بن حجري ثقه ورنتا عبسنين اي وحكا لوراي حافظن وكاسا عبسنين قال وحيد حدثنا وحنو شيخي شعيب بن صفوان انه شيخي مقبول وين كان مقبول اي عبد الرحمن نكا هو مقبول ادي لي مرتبه دو جوا مرتبه سد حدا ولو هو هيستا راي هو هيست نكا هو مرتبه دي ادي لي نكا هو مقبول قالو انتو جوا هاي اسحاق ما سوى هو سيسو كجوا هاي ما لغرع هاي انتو جوا يا شنو جوا شن حاكو سي هاي هاي ولكو ما يراه هو سيس مقبولكو حسن ها حسن السؤال هذا حدثنا شعيب بن صفوان انه شيخ مقبول درجه كستو ان رغا ان كردناو مراتب الجرح وتعديل بوس دب كدهه درجان بوس دب دهان ما جرتو ان ابنه مركز عن عبد الملك بن عمر ثقتنا وهي فصيحنا وهي عالمنا وهي نكس عن اياد بن لقيد من ثقات التابعين وكميد واياد بن لقيد العجري عن ابي رمسه التيمي وتيمي الرباب تيمي قريش على احترازه قال وحوري نكل الى ابي رمسه ساس لذا قال حور ابي رمثه اتيت النبي انت صلى الله عليه وسلم هذا حنوه قال ابي رمثه قال ابو رمثه حان ودي واي سكري قال ابو رمثه حان ودي واي فاعله
وحنو وقال أبي رمسان دوبة حاولها وحن سوق هذا نردن أمانة ومو هي حاولها وتوسي حسين وحكاية ليلالا موي حكاية ليلالا تيمير رباب وقال من قحور أبي رمتي أتيت النبي أوتك صلى الله عليه وسلم والحال معين ابن الأوياء ابن قال لي أني إيسو نادي قال أبي رمسة وحوير مجددي فأريتو علي تصي فقلت من كاسا وحانا لما رأيتو مركا أركي هذا كان النبي الله واي صلى الله عليه وسلم والحال عليه النبي عليه الصلاة والسلام دوشيسنا ثوباني أخضراني لما مروا عقارن إيهي ولو النبي عليه الصلاة والسلام نشعانو تما أسو نادين وقد علاه تمينو وحي كسر مرين وقد علاه وحا كسر مري الشيب عرا كسر مرتو يراد وشيب وحالنا أحمر ويميد قدودو أي مصبوق بالحمرات قال وحور مصنف كحدثنا وحن نوشيكي أحمد بن منيع نوشيكي وصوقا دن عبد الرزاق أحمد بن منيع ثقة حافظ ويقدر قال وحور حدثنا وحن نوشيكي سراج بن نعمان نوشيكي ثقة يهيم قليلا قال وحور حدثنا وحن نوشيكي حماد بن سلمة حماد بن سلمة إيه حماد بن سلمة وصوقا دن حماد بن زياد وصوقا دن ثقة عابد واي أثبت الناس في ثابت البناني لرأس قال لكن حماد بن سلام محاز نسيت النظر ك أو مصدره أو حقوقه جرى صحيح لسانيتكم ما جرنه درجة دي سادة قرية مرة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت البنان وادي في ثابت البنان عن سماق ابن حرب سماق ابن حرب إيه لك على غالي صدوق إيه استثنى من ليه استثنى من ليه بس صدوق قالوا دي إيه أكرم أقول كقاعد وان مضرب أنت كلا صدوق وجوهات هذا سماق من حرب زاسر وساد وحوك يري مركا قال سماق يا وحوري قيل لجابر ابن صرمرة وحلويري أكان ما كجرتي في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من عرم كجرتي قال مقاس وحور لم يكن في رأس رسول الله شيء من عركم جل إلا شعرات تمي على ما هي أو في مفرقه كلا بركي سكون أحيا لواد إذا دهنا مركو سكذنا وراهن وحاستراي وقريها الدهن صلقا غريها ياد باو ما جاء في قلاب رسول الله والله سبحانه وتعالى أعلم.